بسم الله الرحمن الرحيم. في الأيام الماضية وردتني أسئلة كثيرة بعد الفيديو السابق الذي نشرته، وكان عنوانه ما هي قصة الكرش؟ وكانت الأسئلة تدور معظمها ما هي الطريقة الأسهل والمختصرة لفقدان الوزن والتخلص من الكرش دون الدخول بأي برنامج تخسيس طويل أو دخول أو الاشتراك بنادي رياضي، لأن الظروف معظم الناس الذين يشتكون أن ظروفهم الخاصة لا تسمح لهم بهذا الأمر. يعني حتى لو تحمس الشخص لمدة أسبوع أو أسبوعين أو 3 أسابيع بالكثير، يحس بالملل ويرجع لحياة طبيعته، وبالتالي يحدث انتكاسة ويعود الوزن ولا تظهر أي نتيجة معينة. طبعا هذا الفيديو سوف يكون نفس الفكرة الفيديو السابق الذي تكلمنا عنه، وأنه سيكون تحت شعار معلومة ببراهين علمية. كل المعلومات التي إن شاء الله سوف أوردها سوف تكون مثبتة بالبراهين والأدلة العلمية والأبحاث العلمية في هذا الموضوع. طبعا هناك حقيقة يوجد طريقتان فاعلتان جدا للتخلص من دهون البط ومن السمنة بشكل عام دون الحاجة إلى بذل مجهود رياضي كبير أو نشاط جسمي كبير، أو دون الدخول إلى عملية تجويع كبيرة للشخص. وبالتالي فإن أنسب وأسهل فرصة للشخص للعمل بهذه الطريقتين هما شهر رمضان المبارك. طبعا ندخل إلى التفاصيل. الطريقة الأولى وهي الصيام المتقطع. طبعا الصيام المتقطع أصبح اليوم الاتجاه القوي أو ما يسمونها الترند الحالي في عالم الصحة والجمال وفي عالم التخسيس. الموضوع أيضا لم يقتصر على أهمية الصيام المتقطع في عملية تخفيف الوزن، إنما امتد لعدة أمور ومزايا أخرى سوف نتكلم عليها وتشرحها باختصار هذه الصورة المرفقة. البحث الأمريكي الوطني للشيخوخة عمل على دراسة كبيرة عن أهمية الصيام المتقطع. في هذه الدراسة التي أجراها ونشرها في موقعه الرسمي، قام بتجارب سريرية لعدد 299 فأر من فئران التجارب، وقسموا هذه الفئران إلى مجموعات لعدة مجموعات أو 3 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى كانت تأكل الطعام على مدار اليوم دون أي تحديد أي وقت معين للطعام. المجموعة الثانية تم تحديد وتقليص فترة الطعام إلى حوالي نصف اليوم على 3 وجبات معينة خلال اليوم. المجموعة الأخيرة كانت يعطوا الفئران هذه وجبة واحدة فقط وتابعوها طوال فترة حياتها. وخلصت هذه النتيجة أنه كلما كان فترة الصيام أطول، انقطاع الأكل لمدة أكثر عن الفئران، كلما كان مستوى طول العمر عند الفئران أكبر، وكلما كان مستوى الصحة أعلى. يعني في الفئران التي كانت تأكل وجبة واحدة في اليوم كان مستوى الصحة أعلى ومعدل الحياة عندهم أعلى. فلسفة أهمية الصيام المتقطع في معظم المواقع الأجنبية وفي الكثير من المقالات العلمية تقول أن الصيام المتقطع هو عودة الإنسان الحالي إلى العصور الأساسية أو إلى الطبيعة التي كان يعيش عليها الإنسان بطبيعته التي خلق عليها. نتيجة التطور التكنولوجيا الحديثة والثورة الصناعية والزراعية أصبح الطعام متوفر طوال اليوم، وبالتالي أصبح الأكل على مدار اليوم، وهذا ما سبب لنا اليوم مشاكل من أكبر المشاكل التي يعاني منها العالم اليوم، وهي السمنة وزيادة الوزن غير الطبيعي وما يصاحبها من أمراض ومخاطر كبيرة. الفكرة الأساسية في عملية الصيام المتقطع أنه اليوم المشكلة التي نعاني فيها أن الأكل على مدار اليوم 3 وجبات رئيسية، وبين الوجبات هناك وجبات أخرى. وبالتالي نلاحظ هنا في هذا الرسم أن مستوى الأنسولين طوال اليوم على بشكل مرتفع طوال اليوم. كما تكلمنا في المحاضرة السابقة أن وجود الأنسولين في الدم معناه تراكم الدهون، وكلما زاد الأنسولين كلما زاد تراكم الدهون. فالصيام المتقطع الفكرة أنه تقليل إفراز الأنسولين في الدم والاكتفاء بوجبتين فقط، وبالتالي الأنسولين سوف يكون إفراز الأنسولين بشكل أقل، ومعناه تقليل كمية إفراز كمية تخزين الدهون الموجودة. إذا الصيام، ما هو الصيام؟ الصيام هو التنقل بين حالة متعاقبة من الصوم والأكل، وهي لا تعتمد كما قلنا على ما هو نوع الأكل الذي نأكله، بل تعتمد على طبيعة الأكل ونمطه، متى نأكل وكيف نأكل وكم المدة التي نأكل فيها. طبعا هناك عدة أنواع من الصيام المتقطع.
كثير من عدة أنواع في كثير من المواقع، لكن أشهر هذه الأنواع يسمى 16-8، يعني 16 ساعة من الصيام وثمان ساعات التي يسمح للشخص أن يأكل فيها. طبعا هذا النوع من الصيام هو الصوم الذي يشابه صوم المسلمين، بل إن في كثير من المقالات العلمية سوف نجد أنه من أنواع الصيام صيام المسلمين في رمضان، وهذه أحد الأوراق العلمية التي نشرت في مجلة Annual Review of Nutrition، وهي من أعلى المجلات في مجال التغذية المعاملة التأثير تبعها 8.88. ذكروا في هذه المقالة أنواع الصيام ومنها صوم رمضان الذي نحن نصومه اليوم. طبعا ما هي فوائد الصيام المتقطع وما هي الآثار الإيجابية؟ أول شيء تخفيف الوزن والتخلص من الدهون، وهو الذي يهمنا الآن. طبعا في مجلة مراجعة منهجية نشرت في مجلة نيوتريشن ريفيوز، وهي مجلة ذات معامل تأثير عالي، خلصت هذه الدراسة كالتالي: أن الوزن ودهون الجسم ينقص بمعدل 3% إلى 9%، معدل الكوليسترول مجموع الكوليسترول كامل في الدم ينخفض من 5% إلى 9%، وأيضا الدهون الثلاثية ينخفض من 17% إلى 50%. أيضا من فوائد الصيام المتقطع أنه يزيد من العملية الأيضية التي تكلمنا عليها في المحاضرة السابقة. المعدل العملية الأيضية يزيد من معدل 3.5 إلى 14%. طبعا هذا بعكس الحميات الغذائية الأخرى التي تعمل على تقليل السعرات الحرارية. تقليل السعرات الحرارية وتقليل كمية الأكل في اليوم يعمل على تخفيض العملية الأيضية في جسم الإنسان، لكن الصيام فائدته أو ميزته أنه يزيد من عملية الأيضية كما وضحتها هذه المجلة المقالة العلمية التي نشرت في مجلة كلينيكال نيوتريشن. أيضا من فوائد الصيام المتقطع أنه يقلل من إفراز الأنسولين كما تكلمنا، وهذا يؤدي إلى أنه يساعد في زيادة حساسية الخلايا للأنسولين، وبالتالي يعمل على منع ما يسبب بمقاومة الأنسولين، والذي هو أحد أسباب ظهور مرض السكري النوع الثاني. أيضا من الفوائد الصيام المتقطع وهي زيادة إفراز الموصلات العصبية التي تسمى الأدرينالين. هذه الموصلات العصبية هي التي تكون تعمل على التوصيل من الجهاز العصبي إلى الخلايا الدهرية، وتقوم بإرسال الإشارات العصبية لحرق الدهون. بالتالي أثناء الصيام المتقطع تزيد من هذه الموصلات العصبية إفرازها، وبالتالي تزيد من معدل إحراق الدهون. أيضا من أهم وأكبر الفوائد للصيام المتقطع وهو زيادة إفراز هرمون النمو، وبالتالي تزيد هذه الإفرازات بمعدل يصل إلى أكثر من 5 أضعاف في الوضع الطبيعي. زيادة إفراز هرمون النمو معناها زيادة في نمو العضلات وفي الكتلة العضلية في جسم الإنسان. أيضا زيادة هرمون النمو يعمل على تقليل الخلايا الدهنية وحرق الدهون في جسم الإنسان. أيضا من فوائد الصيام وهو إعادة بناء الخلايا الجسم وترميمها، أو ما يسمى بعملية الأوتوفاجي، وهذه تساعد على إعادة ترميم الخلايا واكتساب، وبالتالي اكتساب الجسم لصحة وعافية أكبر. أيضا من فوائد الصيام المتقطع مكافحة الخلايا السرطانية، وهذا ما أوضحته هذه الدراسة أحد الدراسات التي نشرت عن فائدة الصيام المتقطع. لكن السؤال: هل الصيام المتقطع يكون نتيجته على كل الأشخاص بنفس الدرجة وبنفس القدر؟ الجواب لا. فبالتالي أثناء الصوم هناك فئات محددة يجب عليهم أن يكون هناك إشراف طبي قبل أن يدخلوا في نوع من هذه أنواع هذه الحميات، وهذه الفئات هم مرضى السكر، الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، أصحاب الوزن تحت الطبيعي ومن لديهم مشاكل في عملية الهضم، وأيضا النساء الحوامل والمرضعات. السؤال الآن: لماذا نحن المسلمون نمارس هذه الحمية طواعية كل عام أقل شيء شهر في العام؟ وبالتالي ما هو السبب؟ السبب هي من العادات والسيئات ونمط الحياة التي نمارسها أثناء صيامنا. أول وأكبر مشكلة تواجهنا وهي الأكل بشراهة بعد الإفطار والإكثار من تناول الحلويات. يفقد الشخص النتائج التي اكتسبها خلال صومه في نهار رمضان، أو لأنها تسبب للشخص اضطرابات في عملية الهضم ويسمى ما التخمة وعدم القدرة على هضم الطعام، وبالتالي الطعام يصبح فائضا عن الحاجة ويتم تخزينه والزيادة في الدهون الجسم. أيضا الكميات الكبيرة من الأكل في الليل
يزيد بالمخاطر زيادة الوزن والسمنة وظهور متلازمة الأيض. وهذا ما شرحته هذه الورقة العلمية التي تحدثت أن الأكل أثناء الليل يسبب مشاكل كذا، وله ارتباط بعملية زيادة السمنة وزيادة الوزن الغير طبيعي. أيضا من العادة السيئة وهو السهر إلى ساعات متأخرة بعد منتصف الليل، والنوم أيضا في النهار، وهذا يؤدي إلى اضطراب في معدلات النوم وساعته، وأيضا يؤدي إلى اضطراب فيما يسمى في الساعة البيولوجية للشخص، وهذا يعتبر عامل مساعد لظهور السمنة وأمراض السكري النوع الثاني. وهذه دراستان نشرتان في مجلتين من أشهر دوريات أمراض السمنة. الآن نتكلم عن الطريقة الثانية، وهي حمية الكيتو أو تسمى الكيتوجينيك. طبعا يهدف نظام حمية الكيتو إلى إجبار الجسم على استخدام نوع مختلف من الوقود للخلايا يسمى الكيتون. كما تكلمنا في المحاضرة السابقة أنه بعد تناول الكربوهيدرات يؤدي إلى إنتاج الجلوكوز. الجلوكوز قلنا أنه هو مصدر الطاقة أو الوقود للخلايا لكي تقوم بعملية إنتاج الطاقة، وبالتالي ظهور الجلوكوز معناها وجود الأنسولين. وجود الأنسولين هو الذي يدخل الجلوكوز إلى داخل الخلايا، وأيضا يقوم بخزن فائض الجلوكوز على هيئة دهون في الخلايا الدهنية. فبالتالي حمية الكيتو تتركز على إيقاف تناول وصول الجلوكوز إلى الدم، وبالتالي إيقاف إفراز هرمون الأنسولين، وبالتالي يتم الجسم يقوم بإيجاد بديل آخر للطاقة عن طريق وجود مادة الكيتون. وهذا يأتي بالتوقف عن تناول الكربوهيدرات والتحول إلى تناول الدهون، بالتالي الجسم الآن سوف يستخدم مادة الكيتون كمصدر بديل للطاقة بدلا عن الجلوكوز. طبعا ابتكر هذه الطريقة هو الدكتور جيان فرانكو كابيلو، الأستاذ المساعد في الجراحة العامة بجامعة سابينزا في روما إيطاليا، ونشر نتائج دراسته البحثية لهذه الطريقة أو لهذا النوع من الحمية في مجلة النيوتريشن اند ميتابوليزم، احد اكبر الدوريات العلميه في مجال التغذيه، وذلك في العام 2012. وكانت الدراسه اجريت على اكثر من 19,000 شخص، وكانت نتائجهم تشير بوضوح الى ان فقدان الوزن بسرعه كبيره وعدد قليل من الاثار الجانبيه، ومعظمهم حافظوا على وزن بعد عام وحافظوا على الوزن بعد عام. وفقا للنتائج فقد المرضى في المتوسط 10 كيلو جرام في أثناء هذه الحمية بعد دورتين ونصف. وخلص كابيلو إلى أن النظام الغذائي كان وسيلة ناجحة للأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن والسمنة لإنقاص الوزن، وأن الآثار الجانبية التي تظهر القليلة مثل التعب والإرهاق يمكن إدارتها بسهولة. طبعا فوائد حمية الكيتو نتيجة لتقليل كمية الكربوهيدرات وتقليل من كمية الجلوكوز داخل الدم، فإنه كما قلنا فإن مستوى الأنسولين سوف ينخفض بشدة، وهذا يؤدي إلى نتائج صحية كبيرة لجسم الإنسان، أهمها تخفيف الوزن والتحكم بمستوى الدهون الثلاثية ورفع الكوليسترول الجيد الـ HDL وتحسين حساسية الخلايا للأنسولين. وهناك عدة دراسات كثيرة جدا تناولت هذه المواضيع وأثبتت فائدة حمية الكيتون في هذه المواضيع، وهذه عينة بسيطة من بعض هذه الدراسات التي أشارت إلى هذا الموضوع. طبعا كل هذه الدراسات تتلخص بأنه تقليل كمية الكربوهيدرات مقارنة بتقليل الدهون الذي نتناولها. عندما نتناول الدهون نقلل من تناول الدهون أو نحد من تناول الدهون، فإن التقليل في الوزن يكون محدود، شيء بسيط جدا لا يذكر، لكن تقليل كمية الكربوهيدرات فإنها تنزل بشكل كبير كما أوضحتها أحد هذه الدراسات. أيضا من فوائد حمية الكيتو أنها تعالج وتقلل من كمية دهون الكبد للمصابين بما يسمى دهون الكبد الغير كحولي. أيضا فوائد حمية الكيتو أنها تعمل على الوقاية ومعالجة السكر النوع الثاني الذي قلنا أنه نتيجة أنها تزيد من حساسية الخلايا للأنسولين. أيضا من الفوائد معالجة الصرع عند الأطفال. أيضا من فوائد الكيتو أنها تعمل على معالجة أمراض الدماغ والجهاز العصبي مثل الزهايمر وباركسونز أو ما يسمى الشلل الرعاش.
أيضا في فوائد حمية الكيتو أنها تعالج بعض الأورام السرطانية وخاصة سرطان الدماغ، كما أوضحتها هذه الدراسة العلمية التي نشرت في مجلة النيوتريشن أند ميتابوليزم. أيضا من الفوائد الأخرى وهي معالجة حب الشباب. ماذا نحتاج لعمل حمية الكيتو؟ في حمية الكيتو الأمر بس كما قلنا تقليل كمية الكرب والهيدرات إلى أقل من 5%، يعني إلى حوالي من 20 إلى 50 جرام في اليوم الكامل، على الأخذ بعين الاعتبار أن قطعة موز واحدة تحتوي على 27 جرام من الكربوهيدرات. زيادة كمية الدهون إلى وتعويض الكربوهيدرات بكمية الدهون إلى أكثر إلى حوالي 75% أو 80% من الأكل الذي نتناوله في اليوم. أيضا البروتينات تحتوي على 20%. طبعا حمية في الكيتون تبدأ فعاليتها من اليوم الثالث إلى اليوم الرابع، وبعدها يبدأ الجسم بالتحول كما قلنا من استخدام الجلوكوز إلى استخدام مادة الكيتونز لاستخدامها كبديل للطاقة. طبعا ما هو الأكل المسموح أو نوع الوجبات الذي نتناولها؟ في الوجبات نتناول اللحوم، البيض ومشتقاته، المكسرات والزيوت. يعني الكربوهيدرات التي تكلمنا عليها 5% تكون فقط من الخضروات الخضراء الداكنة، وقد تكون أيضا من الفواكه فقط التوت، فثمرة التوت الذي مسموح للشخص في حمية الكيتو أن يتناولها لأنها تحتوي على كميات بسيطة من الكربوهيدرات. أيضا في بعض الخضروات التي غير خضراء مثل الجزر فقط هذا الذي تكون مسموح. طبعا الوجبات الغير مسموحة بشكل كامل وهي الرز، البقوليات، الذرة، الحليب ومشتقاته، السكر، المكرونة والخبز بشكل هذه لا يجب أن يتناولها الشخص في حمية الكيتو أبدا تماما. هل حمية الكيتو آمنة ويستخدمها ممكن يستخدمها أي شخص؟ الجواب مثل ما ذكره موقع كلية الطب في جامعة هارفارد، على الرغم من أنها قد تمت تجربتها كوسيلة لفقدان الوزن ومعظم هذه الدراسات كانت نتائجها إيجابية، لكن كانت كل هذه النتائج على المدى القصير، لكن إلى الآن لم يتم معرفة نتائجها على المدى الطويل. فلذلك ينصح في هذه الحمية أنها تستخدم لفترة بسيطة ولفترة محدودة ولغرض محدد، وذلك للأشخاص الذين لم يستطيعوا أن يفقدوا وزنهم بأي طريقة من الطرق الأخرى. وهناك فئات معينة لا يجب أن يستخدموا هذه الطريقة إلا تحت إشراف طبي، ومنهم الأشخاص الذين يعانون من قلة الوزن وهم عندهم مشكلات في الهضم أو أصحاب أو حالات مرضية مزمنة. طبعا من الآثار الجانبية لحمية الكيتو، أول أثر من الآثار الجانبية وهو ظهور ما يسمى إنفلونزا الكيتو، الكيتو فلو، وذلك لأن الجسم ينتقل من نظام وقود إلى نظام آخر. فإن أبرز مشكلة تظهر هي هذه مشكلة ما يسمى إنفلونزا الكيتو، وهي حالة تتصف بضعف الطاقة والوظائف العقلية، زيادة الجوع، الانزعاج الهضمي، وانخفاض في أداء التمارين والنشاط الجسمي. أيضا من مخاطر حمية الكيتو أنه نتيجة أن الشخص الاعتماد على الدهون وخاصة الدهون المشبعة التي تكلمنا عليها في المحاضرة السابقة، أنها تزيد من الكوليسترول الحميد الـ HDL، وأيضا تزيد من الكوليسترول السيء، وبالتالي قد تحدث أن هناك ارتفاع في مستوى الكوليسترول السيء الـ LDL. أيضا هناك من المخاطر قد تحدث مشاكل في الكلى، فإنه قد تظهر هناك حصوات في الكلى كما أوضحتها هذه الدراسة. كيف تخفيف المخاطر حمية الكيتو؟ شرب كمية كبيرة من الماء، وتعويض المعادن بالصوديوم وبوتاسيوم، وعدم عمل تمارين رياضية شديدة، وأخذ قسط وافر من النوم. وكما ذكرنا فإن العلامة والأعراض هذه التي تظهر قد تستمر حوالي أسبوع فقط. طبعا السؤال، هل يمكن جمع هذين الطريقتين بشكل آمن؟ نعم، جمع طريقة الصيام مع طريقة حمية الكيتو طريقة فعالة ويستخدمها كثير من الناس، لأن الصيام يسرع من عملية إفراز أو استخدام الجسم للكيتون، وهذا يساعد في التخلص من الدهون بشكل أكبر. الخلاصة، طبعا ذكرنا حمية الكيتو لها فائدة كبيرة في أنها تتخلص من الوزن الزائد ومن دهون البطن ومن دهون الدم الثلاثي وكذلك الكوليسترول السيء، لكن
كما تكلمنا أنه أن حمية الكيتو يجب أن تكون لفترة بسيطة، وبالتالي يجب أن يعود الشخص إلى لتناول الكربوهيدرات بتوازن من خضروات وفواكه، نتيجة أن الخضروات والفواكه بشكل عام هي مصدر أساسي للإنسان للفيتامينات والمعادن. وشكرا لكم على سماعكم، وصوما مقبولا وذنبا مغفورا إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.